السلام عليكم. انا عاتق ارجان ام ايوب طاهر. انا تنعاني من 2013 وانا تندير هاد الدواء لولدي. اليوم تنصبح ان سمعت ان الدواء تقطع، ما يمكنش يتقطع لولدي لانه بحال تندير ليه ليسانس. انا تنقول ليه بالفهم ديالي ان تندير لولدي ليسانس ضعف المناعه الاولي، وانا تنقول لولدي واش تقاد لك ليسانس ولدي الا شتو كمل الشهر وما داروش، تنقول لي واش تقاد لك ليسانس ولدي. انا بالمفهوم ديالي تنقول لولدي واش ندير لك ليسانس، انا ماشي تنقول ليه ندير ليه الدواء، تندير ليه ليسانس. اما يمكنش ولدي يعيش بلا دواء. شنو سمي الدواء اللي دو لوبوغلوبين، هاد الدواء تنديرو لولدي شهريا، كل شهر تندير لولدي هاد هاد الكرتونه، وتندير ليه 15 غرام ماشي تندير ليه 10، تندير ليه 15. انا في هاد الشهر واحد شريت ليه 10 غرام لان ما استطعتيش نشري 15 غرام. الثمن تيدير هاد الثمن 96000 ريال هاد الكرتونه، يعني الا بغيت نشري جوج منهم خصني مليون قلت من قل 16000 ريال اللي خاصاني. انا ما استطعتيش، راجلي خدام ما خدامش شي خدمه اللي غادي نشري نشري هاد الثمن، ما استطعتيش. يعني في شهر جوج ما كاينش، جوج وثلاثة ما كاينش دابا الدواء. ما كاينش الدواء، ما كاينش من تحقن الدم، ما كاينش. انا تنشري من الرباط، ما كاينش تحقن الدم. انا تنطلب من وزارة الصحة انها تسهلنا هاد الدواء لوليداتنا، حنا تنعاني وتنكافحوا باش نشريو لولادنا هاد الدواء، ولكن باش يجيو يقولوا لنا ما كاينش الدواء، ما يمكنش يعيش ولدي بلا دواء. وتنشكر المسؤولين ان يوقفوا معنا ويوفروا لنا هذا الدواء. السلام عليكم، انا رشيدة النجمي ماما ياسين امزيان جامعه ايتادي اقليم شيشاوه. انا جيت من هذا المنبر تنطلب من الناس المسؤولين انهم ما يحبسوش الدواء على ولادنا، حيت الدواء اللي تيدوزوا ولادنا كيف ما قالوا الناس اللي قبل مني الاخوه اللي معانا، ان الدواء اللي تيدوزوا ولادنا راه عرضه الى حبسوا علينا الدواء ديال ولادنا، يعني حبسوا تيقولنا قتلوا ولادكم. حيت المرض اللي تيعانيو منه ولادنا هو ضعف المناعه الاولي، وعندهم هاد الدواء خاصهم ضروري مدى الحياه، خاصهم ضروري مدى الحياه انهم يدوزوا غير يدوزوا هاد الدواء. ودابا تيقولنا الوزاره الصحه بان هاد الدواء راه حبسوه ما بقاش عند الدراري، يعني تيقولنا ماشي تيقولنا حبسوه راه ما بقاش عند الدراري، تيقولنا يعني قتلوا ولادكم، لانه بهذا الدواء هذا المرض ديال ولادنا بحال شكل مالين السكر، ما يمكنش غيحبسوا عليهم الانسولين. الا حبسوا عليهم الانسولين غادي يوليو عندهم اعراض اخرى من بعدها غادي يموتوا، يعني حتى حنا ولادنا بحال هكاك. يعني الا حبسوا عليهم هاد الدواء ديالهم اللي تندوزوا ليهم راه غادي من بعدها تيوليو اعراض تعفنات، من ورا التعفنات تيوليو اعراض. هما دابا الدراري وليداتنا عاد تيدوزوا هاد الدواء، واغلبيه الوقت تنعسوا في السبيطار اكثر من اللي تنعسوا في الدار. الناس تيدوزوا رمضان والاعياد في ديورهم، حنا اغلبيه الاعياد ورمضان تندوزو في السبيطار، لان الدري ضروري خاصو الدواء. حنا مثلا الناس العاديين الا دوزو الا مرض تياخد غير انتيبيوتيك تيولي بيه خير لاباس عليه. ولادنا ما تيقديش ليهم هذاك انتيبيوتيك، خاصهم الدواء في العرق، خاصهم شي حاجه جهد من انتيبيوتيك يدوزو، وما خاصهمش غير سيمانه ولا 4 ايام، خاصهم 15 يوم والفوق. يقدر الدري ينعس شهر شهرين، يقدر بعض المرات تنعسو شهر شهرين تنخرجو بسيمانه تنرجعو عاوتاني، تينعس شهر شهرين، وهادشي تيدير الدواء ديالو. اما دابا لا قطعوه لينا، تيقولوا لينا بالتعربيه تعرفت قتلوا ولادكم، راه ما بقيناش غنعطيوكم الدواء، خاص ولادكم يموتوا، حيت الا ما دوزوش ولادنا هاد الدواء غادي يموتوا. تنطالبوا من وزاره الصحه تشوف من وليداتنا وتشوف من حالنا، حنا اصلا عايشين العذاب، وعمرنا ما خرجنا وقلنا صوتنا راه حنا ما حنين ولا معذبين، حيت هادشي ديال الله وقدر الله وحمد الله وشاكرين. يعني كل شهر تنمشيو ندوزو ليهم الدواء، تنعسو معاهم في السبيطار شهر شهرين وحمد الله. اما باش غيقطعوا لينا الدواء عاد نضنا حنا هضرنا، لان هاد الدواء ما خاصهمش يقطعوا على وليداتنا، الا قطعوا على وليداتنا غادي يموتوا، المصير ديالهم هو الموت. ولدي دابا انا السيمانه باقا لي على الدواء باش يدوز الدواء، وها هو دابا مريض، من ورا السيمانه ملي غادي يوصل وقت الدواء ديالو راه غادي يزيد مرض اكثر من هكايا. اش غادا ندير لي؟ غنمشي نحطه في السبيطار غيدوز انتيبيوتيك، غادي يخرج يومين ثلاث ايام غادي نرجعو للسبيطار، غيبقى هكاك حتى مول الامانه يدي امانته. تنطلبوا من الناس المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال وليداتنا، ماشي غير ولدي انا، راه الاف الوليدات.